متتبعي قناه انفاس بريس، حنا الان تتواجدوا بشارع محمد السادس مدينه الدار البيضاء، وبالضبط حدا القنطره اللي تم الاحداث ديالها بهذا الشارع اللي تتربط ما بين شارع مقداد الحريزي وشارع القدس. طرقت الاشغال بهذه القنطره هذه يعني منذ شهور طويله، البعض تيقول بانه وقعت تاخر على مستوى الانجاز، رغم ان هناك من يقول بان يعني نسبه الاشغال يعني وصلت واحد النسبه مهمه، وان الافتتاح سيكون في دجنبر 2022 اي يعني في نهايه السنه المقبله. البعض المواطنين في هذه المنطقه هذه تيشكوا من الاكتظاظ الناجم على هذه الاشغال هذا، ويؤكدون انه على ضروره الاسراع بانجاز هذه القنطره اللي تياملوا فيها باش تخفف ولو نسبيا حده الاكتظاظ اللي تتعرفوا هذه المنطقه، خاصه ان السبات الان تتعرف انجاز مجموعه من المشاريع الى جانب القنطره تاع شارع محمد السادس، كاين خط ثالث للترامواي وايضا المشروع تاع حافله ذات الجوده العاليه. سي احمد، البعض تيقول كاين واحد البطء على مستوى بناء هذا الجسر اللي كاين في شارع محمد السادس، واش تتفق مع هذا الراي هذا؟ نعم كنتفق معهم، لان كنشوفوا كاين واحد البطء كبير في الاشغال ديال الجسر ديال طريق محمد السادس، كان يسرعوا الوتيره ديال الاشغال، كانوا يزيدوا العمال، انا كنشوفهم معطلين بزاف، يلا كتلقى بلاصه فيها 6 حتى 10 الناس خدامين، هذه كتعطل الاشغال بزاف، ودايره مشاكل على مستوى السير والطرق، هنا الطرقان كلهم محبوسين، الناس كلهم كيتشكاو من هذا الشيء، وكدير روينه على مستوى ديال الشوارع الاخرى ديال المداخل الاخرى ديال المدينه، شكون يحبسهم باش ما يخدموش ليل ونهار؟ اذا كاينه الشركه كتخدم شي سياسه ما مناسبناش حنايا على مستوى ديال الشارع، لان هذا مدخل ديال الدار البيضاء، خاص تكون الاشغال فيه عن قدم وساق ليل نهار باش تنتهي الاشغال في اقل من الموعد المحدد، هكا غيساعدوا الناس باش يحيدوا عنا البوتياج، يحيدوا عنا بزاف ديال الروينه اللي كاينه هنا في هذا الشارع. ما كاينش ازازات ديال التاخر ديال ما كاينش امور غاديه، 65% اللي واصل دابا، 65% اللي واصل دابا، دابا الحمد لله غادي مزيان. بالنسبه لك هذا الجسر هذا غادي يقدر يحل المشكل تاع الزحام لان كاين في سباسه؟ لا حل مشكل ديال الزحام ضروري مع القنطره، وكذلك غتكون مرتبه عاديه، الناس غيدوز من الفوق والترامواي، وزيد سميتو طوبيس ديال السلك حتى هو، يعني غيتجاوز هذا الشيء. علاش هو دار الجسر اساسا؟ دار باش يخفف هاد سميتو الاكتظاظ ديال لان جا على المدخل ديال الدار البيضاء، وكيعطي على مستوى ديال السونتر فيل لتحت، وكيعطي على الجهات الاخرى بحال بني مسيك عن الشوق، شاد على بزاف ديال المناطق هنايا. البعض تيقول ان من الاخطاء اللي ترتكبت في هذه المشاريع وان تبدات في وقت واحد، كاين ترامواي الخط الثالث، كاين هذا الجسر تاع شارع محمد السادس، كاين الحافله ذات الجوده العاليه، واش تتفق مع هذا الراي ولا خصنا الدار البيضاء خصها تعرف واحد يعني انتفاضه على مستوى المشاريع ديالها؟ الدار البيضاء خاص انا اللي كنقول خاص المسؤولين ياخذوا الاشغال بواحد الحزم وبواحد الجديه، انا اللي كتبان لي ملي كنقولوا الاشغال راه كاين البطء، اذا اللي مواقفين على هذه المشاريع راه كاين شي حاجه كي خاص الناس تخدم بجديه، وحنا كنطالبوا راه بلادنا زوينه وسيدنا خدام وكل شيء خدام، خاص تكون الجديه والحزم في الاشغال. قال لك بان التنفيذ ديالو خاص يكون ما يكونش يكون عاديا، الناس غير تصبر، الانسان غير يصبر كذا ويسر الله سبحانه وتعالى.